السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم ستيك ديال الدجاج مقلي كيف ما كتشاهدوا معايا. كان سبق لي وحضرته، وانما الطريقه ما كانتش واضحه وبزاف ديال الناس طلبوه مني، داكشي علاش عاودته. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا ستيك ديال الدجاج القدر اللي بغيتو بطبيعه الحال، جوج بيضات، لا شابلوغ، والدقيق الابيض، وانا هنا ضفت الاعشاب المنسمه. نمشيو دابا لطريقه التحضير. غنجيب هنا القطع ديال الدجاج كيف ما كتشاهدوا معايا، انا هنا مديراهم رقاق. من بعد غنضيف الاعشاب المنسمه، ونسيت ما نذكرش لكم الملح، نضيف قليل ديال الملح. ونخلط الكل مزيان. من بعد غنجيب جوج بيضات اللي ضربتهم مع شويه ديال الخل، انا هنا غنهز الستيك ديالنا نديرو في الفورص. من بعد نعاودو في البيض، ومن بعد لا شابلوغ. بالنسبه لليد اللي كنخدم بها الدقيق ولا شابلوغ ما كنديرهاش في البيض كما كتشاهدوا معايا. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع القطع اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا ملي كملت الستيك ديالنا، انا هنا درت الزيت سخن. من بعد ما سخنات ضفت ليها القطع ديال الدجاج، غنخليهم حتى يتحمروا مزيان، من بعد نحيدهم. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، الستيك ديالنا هو هذا كيفاش. صراحه كيجي لذيذ بزاف ورائع في المذاق. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.